كان عندي ظروف. زهرة وي شنو جاي شنو غتقول إيمان؟ كنتمنى لهم مسيرة موفقة، وكنتمنى لهم حياة سعيدة، وكنتمنى لهم إن شاء الله بالرفاء والبنين، وإن شاء الله كيف مرحبوا بها التركيين نرحبوا بها احنا مغاربة إن شاء الله، نرحبوا بمراد اللي هو تركي في بلادنا احنا المغرب. هذا افتخار لنا وافتخار لنا قدام التركيين لله، احنا هنا باش نشرفوا المغرب قدام تركيا لله. سؤال واش غتغني شي مقطع؟ إن شاء الله علاش لا لله؟ افيك بليزير لله.